بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. السحر أقفال على الشبك أم أقفال على العقول؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. أشتاتا أشتوت، الباشمهندس عدلي بادئها كده بالشبكة المقفولة والقفل اللي على العقول. إيه؟ أصل لفت نظري ماشي، يعني في أحيانا وكل إنسان وأنا وأنت وكل الناس معرضة لهذه اللحظة، إنك لما تعيك الحيل تقوم تحدف على الغيبيات. آه، وفي ناس مثقفة جدا وتروح لشيوخ ومعمول لي عمل، والتاني يقول لك معمول لي، يعني أحيانا قد يدفعك الإحباط إلى هذا. لكن أنا بس اللي لفت نظري إن أما يبقى في حد حاطط قفل على شبكة، ممكن اشك هو عامل لي قفل على الشبكه ليه، بس هل القفل بيلف على الشبكه في الهاف تايم الثاني بين الشوطين زي ما الجون يعني بياخد الفوطه وازازه الميه يعني بياخد القفل معاه؟ الاول انا سرحت قلت الله ايه القفل اللي على الشبكه ده؟ طب لو هذا حقيقي من حق اي انسان يشك، لكن لا، هو اللي عاملها ده مش عارف انه هينقل على الجون الثاني ولا ما قدرتش استوعبها. فوجدت ان كثره الحديث عن السحر حتى لو قد يداعبك هذا الأمر أحيانا، لو أنت بقى مش لاقي حل وتفسير اللي أنت خدت كل الأسباب وبعدين ما مش جايب نتيجة. لكن كمان ما أنت لو أنت قلت لابنك أنت بتذاكر كويس وأنت نبيه قوي بس معمول لك سحر، طب يذاكر ليه ويعمل ليه؟ يعني هي فكرة إن أنا أحيانا القفل يتنقل بقى يبقى عندي أنا عند عند الإنسان اللي هو عايز يحدف كل حاجة على حاجة مش لاقي لها تفسير، وتلتمس العذر للناس إنها تقصر ولا تحاسب. فأنا عمال أفكر في الاحتمالات دي كلها، وبعدين عايز أعرف رأيك.